بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في أمرك بيدك. باب ما جاء في أمرك بيدك. إذا قال إنسان لزوجته أو لزوجه أمرك بيدك، فهل يكون فيه تخيير لها؟ فإذا اختارت فهل يكون طلاق؟ أو أمرك بيدك هل يحتاج إلى نية من المطلق؟ قال أنه إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها، فإن اختارته ولم تفارقه بل قرت عنده فليس ذلك بطلاق بالاتفاق، لكنه ربما هو يعني نفسه الزوج أراد تخويفا فقط وليس تطليقا، فقال أمرك بيدك، قال أنا اخترت الطلاق، فلا يكون الطلاق، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، فلا يكون الطلاق إلا على نية الزوج والله أعلم. نعم، إذا كان آتاها الخيار أمرك بيدك تختارين لنفسك وتختارين البقاء عندي، فهذا مثل ما خير النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتن تريدن الله ورسوله إلى آخره، فيكون الحكم حكمه. لكن إذا كان يريد التخويف فهذا حيث إنه من كناية الطلاق، ولذلك يجب أن يكون لنيته دخل فيه، لنية الزوج. قال الإمام البخاري إمام الترمذي رحمه الله قال: حدثنا علي بن نصر ابن علي، نصر بن علي الجهزمي مشهور معروف ثقة، وابنه علي بن نصر أيضا ثقة. قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لأيوب وهو السختياني: هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لا إلا الحسن. ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه. لو رأينا إلى إسناد الحديث السابق، فإسناده صحيح، لكن طرأت عليه علة الضعف، وهو أنه قال أيوب فلقيت كثيرا، لأنه حماد بن زيد قال: قلت لأيوب هل علمت؟ قال: لا إلا الحسن. فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه، فسألته يعني هل رويت هذا الحديث؟ فلم يعرفه. فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي، أي نسي كثير ما روى. فهذا يدخل في باب من حدث ونسي، وحكمه كما قال العلماء والراجع فيها إن شاء الله: إذا كان جازما الشيخ، إذا كان جازما أني ما حدثته، فيكون قوله هو الراجح، وإن كان التلميذ يقول قد حدثني. أما إذا كان شاكا ما أذكر أني حدثته، فيكون كلام التلميذ بأنه حدثه هو الصحيح. فقد يحصل كثير من الشيوخ قد حدثوا ونسوا، ثم لما ذكروا تذكروا أنهم نسوا، أنهم حدثوا. ومن جملته هذا الذي كان أمس ذكر، بأن قال: حدثني ربيعة عني سهيل بن أبي صالح، روى حديث، ما هو الحديث؟ القضاء بيمين شاهد ويمين. فقال: حدثني ربيعة عني، فكان ثقة بربيعة واتهاما لنفسه في النسيان،
كان يثبت الرواية وكان يحدث عنه فهنا إذا كان الشيخ جازما بأني ما حدثته وينكر إنكارا شديدا فهنا تكون العلة في ضعف الحديث، ولذلك ضعفوا هذا الحديث لأن كثيرا لم يعرفه بالجزم، قال لا أعرفه، ولذلك يعني ضعفوا هذه الرواية بحيث أنها تكون ثلاث أو تكون واحدة، كل هذه لم يثبت أن حسن رضي الله عنه أو حسن رحمه الله، كذلك لم يثبت أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجزم هكذا، أنا ما أعرفه. إذا كان يقول أنا ناسي فهذا يقبل قول تلميذي وروايته، ويقال إن الشيخ نسي، لكن إذا كان منكرا جزما بأنه لم يرويه فهنا يقبل كلامه الشيخ. الظاهر هذا هو السبب الذي في هذه الرواية، ضعفوا هذه الرواية فلم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة عليه قد يقال هذا فيه نكارة أيضا بإزاء تلك الرواية التي تأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه على ما قال الله تعالى يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وصرحكن سراحا جميلا. فاختارت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فاخترنا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقالت لا أختار إلا الله ورسوله ولا تخبر أزواجك أني اخترتك. نعم، هذه نقرة الضرة. فالحاصل على كل حال يكون ذاك ثابت ولم يعتد عليهم بشيء، مجرد التخير ثلاث أو واحد أو أي شيء، ولذلك إذا كان اختارت فلها أن تقول أنها وافق الزوج، فيكون طلقة. هل هي طلقة رجعية أم طلقة ثلاث طلقات؟ أما إذا كان لا اختارت الزوج فقد ثبتت ما كان عليها. بعضهم قالوا أنها تكون طلقة واحدة رجعية جاز له أن يراجع أو يتركها. الظاهر أنه إذا اختارت فاختارت الله ورسوله، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اخترن الله ورسوله، فلم يثبت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الطلقات، معناه أنها بقيت على ما استمرت عليه فلا يعتبر بشيء. قال هنا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، حتى لو تفرد به سليمان بن حرب، هو سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي من الثقات المعروفين عن حماد بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، إنما هو عن أبي هريرة موقوف، أي من فتوى أبي هريرة أنها تكون ثلاث، لكن ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا، وكان علي بن النصر حافظا صاحب حديث، يعني ليست العهدة في الخطأ وفي رفع الموقوف على علي بن النصر، كأنه يقول إن هذا توهم فيه بعضهم، ولعله يكون حماد بن زيد أو أيوب السختياني أو سليمان بن حرب، يعني كأنه يبرئ علي بن النصر من هذه العهدة. على كل حال فالراجح فيها كما قال البخاري رحمه الله إنه من فتوى أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنها تعتبر، أي أمرك بيدك يعتبر ثلاث تطليقات. وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. إذا كان لم يثبت حديث صحيح عندهم فلهم مجال الاجتهاد، فاجتهدوا رضوان الله عليهم أجمعين.
وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. القضاء ما قضت ما معنى؟ إذا كان الظاهر يريد إذا جاءت هي ثلاثة، لأنه وكلها توكيل، وتصرفات الوكيل يعتبر من تصرفات الموكل. فإذا قالت أنا اخترت ثلاثة تطليقات فهي ثلاثة تطليقات، وإن اختارت تطليقتين وإن اختارت تطليقة واحدة القضاء ما قضت، لأنها وكلت من قبل الزوج. وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا، هذا تفصيله كأنه، وأنكر الزوج قال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة. هنا إذا قالت أنا أمرك بيدك، فقالت أنا طلقت نفسي ثلاثا، قال والزوج إذا أقر فيبقى يكون ثلاثا، وإذا كان أنكر الزوج فعلى أقل شيء يكون واحدة. هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه، يعني إذا قال أنا ما أريد إلا تلقى واحدة أو ما أردت إلا التخويف، قد يكون يحمل أو يحمل هذا الأمر على التخويف أيضا، أمرك بيدك. ففي هذه الحالة كناية الطلاق، يستحلف أو يستحلف: الله ما أردت إلا مزاحا أو تخويفا أو كذا، لأنه ليس من صريح الطلاق أو ليس من الألفاظ الصريحة للطلاق، فيكون كناية الطلاق على نية المطلق. إذا كان أرادت، أي إذا أراد التخفيف الظاهر لا يقع شيء، هو يكون على نيته. وإذا أراد أما لأن إذا أراد المزاح أيضا والله أعلم، لكنه إذا كان صريح الطلاق فثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق، بلفظ صريح كما هو قول العلماء رحمة الله عليهم. وقال ابن عمر: إذا جال أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة، استحلف الزوج وكان القول قوله ما يمينه، قوله ما يمينه من الاستحلاف. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله. قول عمر عبد الله ماذا يكون؟ يعني يقول: اختلف أمرك بذفة أثنى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة، عبدالله بن عمر وكذلك عبدالله بن مسعود وكذلك غير واحد. جاء عن جابر أيضا هذا القول، فيقول هو تعتبر طلقة واحدة. ذهب إلى قول عمر عبد الله. وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت هي على نيتها لأنها موكلة، وهو قول أحمد. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. رأينا هذه الاختلافات من أئمتنا رحمة الله عليهم لا شك فيه، وكلهم يريد الوصول إلى الحق أو إلى ما هو الأحوط في شأن الطلاق. نعم. أي يجوز له أن يوكل أحدا آخر إذا رأيت المغني وغيره أيضا ذكروا أنه إذا وكل أحدا أن يطلق زوجتي أو يبلغ زوجتي أنه طلق أو طلقتها وكذا، هذا يكون مع صحة الوكالة مع الحلف وكذا. على كل حال إذا ثبت التوكيل فتصرفات الوكيل هي تعتبر من تصرفات الموكل، هذا معروف. الآن أنت إذا وكلت معروف هذا، يعني وكان عليه تعامل الناس طول الدهر، فعليه كأنها هي موكلة. فإذا قالت اخترت ثلاثا وما ذلك عارض قال ما أردت إلا واحدة، فيكون القول قولهما لأنها كناية الطلاق، فيحتمل فيكون لنيته فيه أثر ودخل. نعم. فإذا في هذه الحالة والله أعلم، يعني نحن نقول دائما الله يبارك فيكم المتفقه إن شاء الله. الآن اختلف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهنا إذا كان أحد يختار ربما يعني ثلاث، وهذا قد يكون حرجا للأمة والله أعلم، ما دام ليس فيه أمر مرفوع أو شيء مرفوع. فإذا كان عمر ثبت عنه، عبد الله بن مسعود ثبت عنه أنه يعتبر طلقة واحدة إذا طلقت نفسها أو إذا اختارت هي، قال أنا اخترت أني طلقت نفسي، فيكون واحدة، معناه أنه يستحق له أن يراجعها. أما إذا كان اعتبرت الثلاثة فلا تحل له من بعد حتى
تنكح زوجا غيره، ولعل هذا القول قد يكون أيسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، والنظر فيه للمفتي. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير، أظن هذا الاستدلال هنا يمكن يكون صحيح إن شاء الله، كان إذا خير بين أمرين كان يختار أيسرهما وهو رحمة للعالمين، فيكون رحمة بالأمة، لأن سبحان الله قد كم تحصل من الطلقات هذه ثم بعد ذلك يندمون أي ندم ويجرون هنا هناك، وربما يكذبون في هذه الأثناء حتى يرجع بعضهم إلى بعض، ما هو كذا؟ ولذلك اختيار واحد في مثل هذا وطلقة واحدة قد يكون هو الأفضل وأيسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما دام اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اجتهادات الأئمة عامة، ما دام ليس فيه نص ينبغي للمفتي إن شاء الله إذا لم يكن فيه قوة الدليل يصرف فيختار من أقوال الأئمة واجتهاداتهم ما هو أيسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يحبس نفسه أو يتعصب لإمام واحد. هذا الذي أفسد فقه الأمة بالحقيقة وأفسد بين الأمة، وحصل قتل وقتال لما تعصب بعضهم لبعض، وكلهم أئمتنا وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رسفا من الديم، فيحاول كل واحد الوصول إلى الحق. ولذلك نقول دائما لا يجوز لأحد من العلماء الذين آتاهم الله علما لا يكفروا بنعمة الله، بل يستفيدوا من أقوال العلماء ويختاروا من أقوال العلماء ما هو أيسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن فيه نص، أما إذا كان فيه نص فلا خيرة لأحد فيه. باب ما جاء، نعم، باب ما جاء في الخيار، باب ما جاء في الخيار إذا كان لفظ التخيير، قال المراد بالتخيير هو جعل الطلاق إلى المرأة مثل ما أمرك بيدك، كأنه قريب منه لكن الألفاظ تختلف، وكانت هذه الألفاظ سائرة بين الناس في زمانهم، وتبويبات أئمتنا رحمة الله المحدثين خاصة رد فعل أو رد على فعل أو إثبات قول أو شيء، فكان يجدون هذه الأشياء مشتهرة بينهم يأخذون عليه حتى يبت الأمر فيه، ماذا يكون إذا قال أحد؟ الظاهر هذه الكلمات كانت سائرة بينهم. وأما التخير فقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى على أن يجعل الطلاق إلى المرأة، فإن كان قبلت الخيار وقبلت نفسها فلها ذلك أنها تكون واحدة أو تكون ثلاثة، هنا أيضا في اختلاف. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي الثقة الإمام عن الشعبي عامر عن مسروق وهو ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، أفكان طلاقا؟ كأنه استفهام للإنكار، يعني لا تظنوا أنه يكون طلاقا إذا اخترنا، إذا اختارت المرأة قالت قال خيرتك بيني وبين أن تأخذ الطلاق. نعم، كان يقولون واحد متخصص في أصول الفقه قالت زوجته إذا خيرت بيني وبين فلانة فمن تختار؟ قال لا يأتي الاختيار إلا إذا تعذر الجمع، فأنا أريد أن أجمع بينك وبينه، فإن المسألة نعم، فإذا خير نعم، فإذا خيرت المرأة فاختارت زوجها ما حكمها؟ لا يكون طلاقا على قول عائشة رضي الله عنها، على قول عائشة لا يكون الطلاق، أفكان طلاقا؟ كأنها تنكر هي. فإذا أما إذا اختارت فهنا يأتي الكلام، إذا اختارت ثلاثا فيكون ثلاثا على ما يكون وكلها عليه، إذا قال يأتي الكلام يرجع إلى الأول والله أعلم، إذا كان أراد أنه ما أردت إلا طلقة واحدة فواحدة رجعية. قال ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن الأعمش، هناك سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد
هنا سفيان عن العامش عن أبي الضحى عن مسروق، هناك إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق، فإذا روى عن مسروق اثنان، وهذا على ما نقول في مصطلح الحديث عزيز في طبقته على طبقة العامش، ما هو كذا؟ مسروق عن عائشة رضي الله عنها وهو مداره عليه، روى عنه أبو الضحى وروى عنه الشعبي أيضا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. هنا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، بائنة الفرق بين البائنة وبين الثلاثة، يعني هي تبين منها ويكون له حق الخطبة ويتزوج من بدون أن تتزوج أو بدون أن تنكح زوجا غيره. أما إذا كانت الثلاثة فلا تحل له من بعد، الفرق بين البائنة والثلاثة هذا هو. نعم. وروي عنهما أنهما قالا: أيضا واحدة يملك الرجاء. هذا الذي يترجح، والله أعلم، قد يكون لأن المسألتان أمرك بيدك، أو أنت مختارة تختارين، أو بقى معي أو كذا، كلاهما في صف واحد في معنى واحد والله أعلم. فهذا القول ربما يكون هو الأرجح من أقوال عبد الله بن مسعود وابن عمر رضي الله عنه، قال أيضا واحدة يملك الرجاء، وإن اختارت زوجها فلا شيء كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح في البخاري وغيره، قالت: أفكان طلاقا؟ يعني لا يكون طلاقا ولا يحتاج إلى أن يراجع الزوج. نعم. وروي عن علي أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجاء. نعم. فإذا إذا اختارت زوجها فلا يأتي سؤال الطلاق، يقع طلقة أو طلقتين حتى يحتاج الزوج إلى المراجعة، لا يحتاج. قالت: أنا اخترتك، معناها أنها بقيت على الأصل التي هي على أصل النكاح. وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله، وهو الأحرى أن يؤخذ به، لأن فيه تيسير لبناء أمهات المؤمنين أو لنساء المسلمين. نعم. ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه أنها واحدة بائنة، أنها إن اختارت نفسها فثلاث. نعم، هذا قول علي رضي الله عنه مما نقل عنه، أنها إن اختارت فواحدة بائنة، واحدة بائنة، هذا قول الإمام أحمد. لكن جاءني الإمام أحمد راجع والإنصاف وغيره والمغني أنه قال إنها واحدة رجعية أيضا، فينضم هذا مع قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. نعم. إذا اختارت نفسها معناه أني لا أسكن، لا أكون معك، يعني اخترت الطلاق والفراق، يكون واحدة. إذا اختارت ثلاثة تكون ثلاثة، لكن الزوج له اعتراض في هذا، قال ما أردت إلا واحدة فيقبل مثل الأول. لكن إذا قال نعم إذا اختارت الثلاثة فلتبن مني ولتذهب وتزوج إلى آخره، أي نعم، هذا وجه الاختلاف بين الأئمة. قال الشافعي رحمه الله، هنا يعتبروا هنا الكلام الشافعي رحمه الله مهم، قال: التخيير كناية، يعني كناية الطلاق وليس صراحة الطلاق. قال: التخيير كناية، فإذا خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخيرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت، ولو قالت لم أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت. ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالطلاق أن الطلاق يقع جزما. نبه على ذلك شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل العراقي، هذا قاله ابن حجر رحمه الله. على كل حال المسألة تبقى كأنها هي موكلة،
فإذا كانت اختارت نفسها أن تطلق أو تطلق نفسها فعلى نيتها أيضا، ثم نية الزوج أسبق على نية المرأة. إذا قالت اخترت أن أكون مطلقة ثلاثا، الزوج له اعتراض ويقول ما أردت إلا أمرها بيدها أو تختار نفسها طلقة واحدة. على كل حال هذا المعنى قد يكون هو الراجح إن شاء الله، بأنها إذا اختارت فتكون ليست تبين بينونة كبرى، إنما تكون رجعية. إذا انقضت عدتها وذهبت تزوجت فزوجها الجديد، لكن إذا أراد أن يؤويها إلى نفسه فله الخطبة ولا أن يخطبها ويتزوج بمهر ونكاح جديد. نعم. والدليل في هذا يا فتعالينا ومتعكن وسرحن سرحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فاخترنا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم راجعتكن ولا كذا، وهذا وقت الإيضاح والبيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما يقولون. أصولا أيضا يؤخذ هذا المعنى، فإذا إذا اختارت نفسها فهي على أصلها، لم كأنه لم يحدث شيء. غاية ما فيه قد يكون في هذا إظهار الغضب، تأديب المرأة، هذه فائدتها، هذه فائدتها. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهن وآلى منهن شهرا للتأديب صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. إذا طلقت المرأة ثلاثا، أولا إذا طلقت طلقة واحدة يجب عليهما أن يسكنا معا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما هو كذا؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، إن الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا من أهم الأمور في هذا الباب التي أراد الله تعالى حكمة منه، أنه إذا كان الغضب حصل وطلقت المرأة، فإذا فارقت ولا ذهبت في حينها وأخرجت من البيت الزوجية، فربما يحصل البعد وخليج البعد يتسع أكثر وأكثر. لكن إذا كانت هي تبيت معه، تعيش معه، الأولاد، وتصلح له شان الزوج، الطعام وغيره وغيره، وهي يعني في الحقيقة يعني من أكبر الحكم، مهما كان الإنسان غضبان قد يميل واحد إلى الآخر وستر الله بينهما ويرجعان، والأولاد أيضا لا يتفرقون إلى آخره. هذه الحكمة. كذلك الثانية، لا يجوز أن تخرج ولا أن تخرج. يحصل ماذا الآن؟ أكس هذا الذي فيه من جملة مفاسد الناس التي حصلت في أخلاقهم، أنهم ينقلون بناتهم أو يتخرج هي من بيت الزوجية. أما الثالثة فبعد الثالثة لا بقاء، والطلاق ينبغي أن يكون على السنة واحدة، في طهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر وهكذا. على هذا لو كان الطلاق على السنة ربما يكون الطلاق قليلا، إن لم ينعدم فيقل قطعا، لكن حيث إنهم يعني على غير السنة يطلقون الثلاث تطليقات كلها مع اختلاف الأئمة، فتكون بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد، فإما أن يجعلوا مسألة التحليل يبيتوها ليلة لليلة واحدة مثل التيس المستعار، على مذاهب بعض الأئمة ينسبون إليهم، وما أظن أنه ثابت الإمام أبي حنيفة، لكنه فتوى قد يكون على بعض مجتهدي الأمة، فهم يعني يجعلون التحليل أو تذهب ولا اجتماع بينهما مطلقا إلا إذا طلقت كما طلقت من عنده بدون توافق. نعم. فهنا لا سكنى، فإذا كانت هي في الطلقة الأولى عليها نفقتها، على الزوج نفقتها وسكنى أيضا واللباس وغيره، كذلك الثانية. أما الثالثة فلا يجوز الاجتماع بينهما، لأنه لا يجوز له أن لا يستحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا لا معنى للسكنى ولا للنفقة، هو هذا الذي جاء عليه هذا الحديث. لا
لكن في المسألة اختلاف تنظرون فيه ماذا جاء. قال قال حدثنا هناد وابن السري أنه قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد أنه قال عن مغيرة وهو ابن مقسم الضبي عن الشعبي عامر قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لها لك ولا نفقة. وجاءت الرواية في البخاري أيضا أنه أرسل بعض النفقات فغضب فكرهته فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لا نفقة لك مطلقا الذي أرسل إليك زوجك عن طريق أحد هذا منه كرامة. فقال لا نفقة لها لك ولا سكنة. قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجهل لها السكنة. هذه الرواية في الحقيقة أن عمر رضي الله عنه قال لم يثبت أن إبراهيم النخعي لم يدرك عمر رضي الله عنه فذكرته لإبراهيم أي النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي فقال قال عمر لا ندعو كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها النفقة والسكنة. لو صح هذا أين كتاب الله يجعل لها النفقة والسكنة؟ هل في كتاب الله تعالى؟ نعم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن يجعلون منها النفقة والسكنة. لكن هذا نقول هذه الآية عامة وما المانع كما تخص الآية بكثير من الأحاديث فخصت في حق المطلقة ثلاثا وتبقى الآية عامة في حق من لم تطلق طلقة ثالثة أو ثلاث طلقات إنما تلقى رجعية واحدة أو ثنتين. ولذلك لا نجد أين كتاب الله. كتاب الله ليس يعني عاما في هذا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتنا وكذلك الآية أيضا الذي فيها الظاهر هي هذه الآية ما دام هي في بيته هي التي استدل به. نعم ولكن أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافه. لكنه كأنه يقول عمر لو صح هذا أن قول النبي أن الآية تدل على هذا المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم كان مطيعا لقول الله تبارك وتعالى ما كان ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم منزلته التبيين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فتخصيص الآية بالمطلقة ثلاثا بهذا الحديث وهو صحيح فيكون ليس فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تخالف الآية. نعم هي طلبت الطلاق. لا هذه امرأة أخرى هذه امرأة أخرى وليست هذه فاطمة بنت قيس وتلك الجميلة بنت أبي سلول وكان زوجها ثابت بن قيس هذه فاطمة بنت قيس لعلهما أخوان لا يعني أي نعم على كل حال ليس هذه قصة هذه قصة غير قصة وزوجها حفص غير الثابت بن قيس ابن الشماس. نعم فقالت قال لا ندع كتاب ربنا. أين كتاب ربنا؟ هو قوله تعالى أسكنوهن حيث سكنتم من وجدكم. أي نعم هذه الآية أيضا فقال لابد أن يكون له نفق لها نفقة وسكنة. فالآخرون قالوا لو كان ثبت عن عمر رضي الله عنه هذا فليس الآية نص في المطلقة ثلاثا إنما هي تكون مخصوصة لأنه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المقصود آخر الآية جاء فيها إيش هي؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لبقائها مع زوجها في بيتها
بالفعل يحصل أمر لو كان كما تكلم العلماء قالوا لو كان لم يتكلم واحد مع الثاني وحصل بينهما جماع فقد راجع الجماع وحده ما دام هي تمشي على صدره وعلى رأسه وتصطدم معه. إذا كان الإنسان ميت ربما لا يرجع إليه لكنه فهذا المقصود على كل حال. نعم بسم الله. فإذن الآية لا تخالف كتاب الله وكذلك ليست هناك سنة بل السنة خلاف هذا. فالمرأة المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنة. وهناك بعض الروايات جاءت ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النفقة والسكنة وهذه رواية ضعيفة لم تثبت. نعم. ثم بعد ذلك قال فإذا يتلخص في هذا الموضوع إن شاء الله أن المطلقة ثلاثة لا يجوز لها البقاء مع الزوج في هذه الحالة لأنه لو حصل بينهما المخالطة فيكون حراما. فإذا القياس أيضا يقتضي أنها تتفارق فتكون لها سكن آخر والنفقة لأنها قد فارقت ليس في ذمته أو في ذمة الزوج فليس عليه نفقة. لكن الشافعي رحمه الله توسط قال قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن لها السكنة ولا نفقة لها. هذا قال لا نفقة لها. من أين أخذ لها السكنة؟ من الآية. وليس لها نفقة من الحديث. فالحديث ليس لها نفقة ولا سكنة فكيف قال الشافعي لا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول كما إذا كان ثبت عن الشافعي نقول للشافعي رحمك الله ورضي الله عنك الحديث فيه جزآن لا نفقة لها ولا سكنة. فهل على طريقة الشافعي أنه يجعل الحديث مبينا للآية؟ كيف يترك الحديث جزء واحد ويأخذ منه لأنه مخالف للآية؟ ليس مخالفا للآية صراحة فيكون بيانا إن شاء الله. هذا هو القول الأسلم في هذا الباب. هو فاحشة بمعنى تتكلم كلام الفحش. وكان جاء في بعض الروايات كان وكانت تبذو بذاء الكلام البذي كانت تبذو على أحمائها كانت تتكلم كلاما فاحشا. ليس المقصود منها أنها تأتي بفاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيل الله. باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. أي نعم هنا طويل. قال أبو إيسى قال هشيم وحدثنا داود أيضا قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندعو كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحافظة أم نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. هذا أيضا يعني مخالف لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يردون حديث امرأة واحدة. نعم عمر رضي الله عنه إذا كان هو أو غيره وقع الشك في شيء ما فيتثبتون هذا شيء آخر لكنه ليس على الإطلاق كانوا يردون حديث النساء عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن مني أنه قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير قال حدثنا حسين وإسماعيل ومجالد ثلاثتهم. قال هشيم وحدثنا داود وهو داود بن أبي هند أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنة والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة. وهذا شاهد هذا متابع للحديث السابق أو للإسناد السابق. وفي حديث داود قال وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. والرواية في صحيح البخاري وغيره أنه قال اعتد عند أم شريك. ثم قال النبي استدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك امرأة يغشاها الرجال فلتعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى إذا سقط منك ثيابك لا يراك. جاء بهذا التفصيل. فعلى كل حال
فإذا لا سكن لها أيضا. قال حشيم نعم وحدثنا داود عن الشعبي دخلت على فاطمة بنت قيس. وفي حديث داود قال وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وأعطاه ابن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة. المطلقة ثلاثا يعني قطعا إذا لم يملك زوجها الرجع. متى لا يملك زوجها الرجع؟ إذا طلقت ثلاثا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة هذا مما قاله الشافعي رحمه الله وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا هو البذاء أنها كانت تبذو على أهلها. واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها. يعني هل لأجل البذاء ما جعل لها السكنى أم ليس لها حق السكنى الآن؟ غاية ما في السكنى مع الزوج من بيوتهن من بيت الزوجية. لكن إذا كان السكنى الشافعي رحمه الله يجعل لها السكنى فهل يكون مع الزوج؟ الظاهر لا يجوز للزوج أن يدخل عليها الآن فربما نفقت السكنى يرى رضي الله عنه ورحمه. قال الشافعي لا ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس. باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. هو هذا لا أولا لم يثبت أن عمر رضي الله عنه هذا يعني بهذه السورة لا ندري أحفظت أم نسيت. أي إنسان هذه قاعدة عامة عمر رضي الله عنه ما جاء بشيء إلا شيء معقول. أي إنسان شك فيه سواء كان رجلا أو امرأة إذا شك فيه أنه لم يحفظ فيكون معرض التحقيق. وعبد الله وعمر رضي الله عنه كان أشد الناس إذا كان بداية الجرح والتعديل وكذا. إذا رأيت تاريخ الجرح والتعديل فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح وعدل. والتثبت في الروايات قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبي فتبينوا في قراءة تثبتوا. كل هذه سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فقواعد التحقق والتثبت والجر والتعديل والمتابعات والشواهد هذا كله من كتاب الله تبارك وتعالى قطعا. وأنا كنت أدرس كتب الرجال أو الجرح والتعديل فعملت مذكرة سبحان الله من قديم والناس سبقونا وتبعوا وقالوا مذكرتك أحسن ليش ما تبعت؟ قلنا لا إن شاء الله نرجو من الله الخير. فالحاصل فيه في الحقيقة هذا الشيء وهو أنه إيش قلت الموضوع؟ خبر الواحد في الحقيقة أي واحد شك في خبره سواء كان رجل. وعمر رضي الله عنه كان أشد الناس في هذه المسألة. ولذلك لما جاء أبو موسى الأشعري ودق الباب واستاذن ثلاثا فرجع قال لماذا رجعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال لتأتين على هذا بشاهد. فذهب في المسجد فقالوا قال هل منكم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان يتثبت. لكنه هو نفسه تذكرون في كتاب العلم في صحيح البخاري الناس الآن أصحاب الهوى من الذين هم يسمون أنفسهم أهل القرآن يتشبثون بمثل هذه الروايات ويقولون السنة ما كان يقبلها عمر رضي الله عنه ومكذبة. عمر رضي الله عنه نفسه كان قد تناوب مع أنصاري يوما يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه يعمل عمله وعمل بيته. فكل عمر رضي الله عنه كلما سمع يخبر صاحبه في الليل وهو يقبله ثم في اليوم الثاني يحضر صاحبه وكان يقبله. هذا من مراسيل الصحابة مو كذا. كم من الوقائع يكون سمع من صاحبي لكنه ما ذكره إلا في رواية جاءت أنه جاء صاحبي فقرأ الباب شدة فقال أثم هو ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه؟ مسائل مثل هذه. فالحاصل كان يقبل هو على كل حال.
لكن مثل هذه، وأحري بأن لا تثبت هذه الرواية، لأن إبراهيم النخعي لم يلتقي أو لم يرى لم يسمع منه من ابن عمر رضي الله عنه. باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير أنه قال حدثنا عامر، هنا عامر بن سليمان الأحول، عامر بن سليمان الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا إسناد صحيح أو حسن كما قال الإمام البخاري رحمه الله وغيرهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر الأحول، عامر بن سليمان الأحول، راجعوا كلاهما ثقة، أنا عمرو بن، وذاك عبد الواحد متأخر طبقة، وعمر بن سليمان أنا عمرو بن شعيب، راجعوا إن شاء الله. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم، وله شواهد في أحاديث كثيرة، كانت نذرت أختي أن تمشي أن تحج ماشية حاصرة الرأس، وكذا جاء فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتخمر رأسها ولتمشي ولتركب، يعني ما دامت كلها أنها ماشية من المدينة إلى مكة، فما دام لا تملك ولا تستطيع فتمشي ما قدرت ثم تركب ولا يخرم نذرها. فقال هنا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، كذلك يعني الشيء الذي لا يملكه يعطيه، ينذر بأنه يفعل كذا وكذا أو لا يقدر عليه. أنا أنفق في، نذرت لله أن أنفق مليون ريال، ما عندي ألف ريال، فكيف عندي مليون ريال؟ فهذا النذر لا يجوز، نذر لغو. نعم، ولا إثق له فيما لا يملك. نعم، ولا طلاق له فيما لا يملك، أي لم يتزوجه. قال وفي الباب عن عمر وعن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. يأتي المسألة لا طلاق قبل النكاح، إلى الآن لم ينكح، فيقول قال ما جاء، سبحان الله، كان الناس وقعوا في مسائل كانوا يتكلمون، وهو قد يكون والله أعلم يعني من الكلام الذي لا ينبغي يتكلم، والذين هم للغو معرضون. كل امرأة تزوجتها فهي طالق. طيب لماذا تتزوج؟ نعم، أنت الآن ما تزوجتها، فكيف يقع الطلاق قبل ما تتزوج؟ فهنا جاءت المسألة عند العلماء في كلامهم، هل يقع أو لا يقع؟ الحديث يدل لا طلاق ولا عتاق ولا نذر فيما لا يملكه الإنسان، أملك أولا ثم بعد ذلك أنذر أو طلق أو إلى آخره. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو، وهو عمرو بن شعيب، عبد الله بن عمرو بن العاص الذي جاء عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد المسيب، يعني من التابعين، والحسن هو البصري وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. والشريح من يكون هذا؟ قاضي الذي كان يقضي بهذا، سبحان الله، كان يقضي شريح القاضي، نعم، أقضى قضاة الإسلام كما قالوا شريح. وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي، وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة أنها تطلق، منصوبة بالصاد، وجاء في بعض الروايات منصوبة إذا نسبت، كيف ذلكم؟ منصوبة بمعنى متعينة، إذا تزوجت فلانة بنت فلان فهي طالق، أو إذا قال إذا طلقت امرأة من بني فلان فهي طالق. فقال عبد الله بن مسعود في المنصوبة إنها تطلق أو تطلق. وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل، وقت معنى عين، فيكون الطلاق ينزل عليه، وهو قول إبراهيم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس
أنه إذا سمى امرأة بعينها، هذا معنى التوقيت والمنصوبة، إذا سمى امرأة بعينها وقت وقتا، وقت أيضا بمعنى إذا تزوجت يوم الجمعة، إذا تزوجت في الشهر الفلاني، ما فائدة مثل هذا الكلام على كل حال، لكن الناس كانوا لما دخلوا في الفضول فبدأوا يتكلمون في هذا، ولما بعد من عهد النبوة العهد فالناس دخلوا في أشياء كثيرة، كما أنهم دخلوا في تشقيق المسائل وفرض المسائل التي كان يقرأها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، إذا وقت نزل، يعني إذا تزوجت في الشهر الفلاني أو إذا تزوجت في اليوم الفلاني، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا، وقت من التوقيت المكاني يعني من مكان كورة إقليم، فإنه إذ تزوج فإنها تطلق أو تطلق. وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام، وقال أحمد إن يعني إذا قال إن تزوجت من بني فلان حتى لو وقت أو في اليوم الفلاني فلا تكون هي حرام، أو لا أقول هي حرام يعني لا تكون حراما ولا تطلق، هذا هو الظاهر قول ابن المبارك رحمه الله، يعني تبقى زوجته لأنه قال قبل أن يملك عصمتها. وقال أحمد إن تزوج لا أمره أن يفارق امرأته، لأنه كأنه يقول هذا الكلام كان قبل أن يملك. وقال إسحاق أنا وجيز في المنصوبة أي في المتعينة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته، ووسع ابن إسحاق في غيره، ووسع إسحاق وهو ابن إسحاق ابن راهوية في غير المنصوبة. وذكر عن عبد الله المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا، يعني حلف ألا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، فهل يقول يأخذ بقول الفقهاء ماذا الذين رخصوا؟ نعم، وهو الأصل في الشريعة أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف ولا أقسم على شيء ثم رأيت غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، الظاهر هذا هو رخصة الفقهاء. فقال عبد الله بن مبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك، إذا كان فله أن يأخذ، وأما من لم يرضى فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى، كيف ذلكم؟ يعني من أول يعرف أن الفقهاء يجيزون له أن يكفر عن يمينه ويتزوج فلا بأس، لكنه إذا كان لم يرضى بهذا القول أولا ثم لما ابتلي به فأخذ بهذا فهذا كأنه لا يريد إلا الهوى، هوى النفس، فأنا لا أرى لذلك، لكن الذي يظهر الله أعلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم الزواج فيه خير، فإذا حلف أنه لا يتزوج ورأى أن الزواج خير فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ويتزوج إن شاء الله، وإن كان لا يرى من قبله ثم ظهر له إن شاء الله السنة أو بالسنة أنه يجوز له. هذه المسائل لا شك فيها هي مسائل كانت مشتهرة بين الأئمة في تلك الأيام، وإلا ما نجد ذكر له في زمن الصحابة والتابعين خاصة مثل هذه الأشياء، إلا في آخر زمن التابعين ربما، لأنه جاء فيه حسن البصري وغيرهم يعني تكلموا في مثل هذه، أما في زمن الصحابة فكانوا قد نهوا من مثل هذه الأقوال. نعم، وفرض المسائل أيضا، هذه مسألة الطلقات الثلاث، يعني هذا عقلي، الدليل عقلي الظاهر، هو إذا كان أحد يقول أنه ليس له دليل فالدليل عقلي، لأنه فارق أو طلق واحدة ويعتبر ثلاثة أو ألف طلاق، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال
طلقت أو طلق واحد 1000 طلاق فقال وقعت واحدة والباقي لغون. فابن تيمية على مثل هذه الآثار مضى وفيه على كل حال مصلحة للأمة في الحقيقة. إذا كان واحد تحمق واستحمق وتكلم 3 طلقات دفعة واحدة فكان الطلاق 3 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد. قالوا تفسيره أنها لو تكلم 3 كانت ترد إلى واحد. والآخرون قالوا لا، أما الطلاق 3 التي تطلقون أنتم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطلقون إلا واحد. اختلفوا في توجيه وتأويل الرواية، لكن ابن عباس وغيرهم كانوا يفتون بهذا أنها تلقى واحدة. فإذا ذهب أحد في هذا الزمان أيضا، وأنا أمس ذكرت لكم أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان ينظر إلى نية الشخص ويقول طلقت لكنه تخويف وكذا 3 فكان يكتب له 1، كان هذا في وقته في المدينة حتى في غيره أيضا، وما كان أحد وإلا اختيار الدولة أن الطلقات 3 طلقات ما هو كذا. ولذلك يقال أن عامة الناس لا يجوز له أن يفتي بأنها واحدة إذا اختارت الدولة وأولياء الأمور اختاروا مصلحة أن 3 تنفذ 3 كما كان عمر رضي الله عنه يختار. والحقيقة لماذا هل فعل عمر رضي الله عنه قال إن الناس قد، هذا نفسه أيضا دليل على رد على التأويل الذي أوله قالوا ما كانوا يطلقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحد. قال ماذا قال؟ إن الناس قد استعجلوا في أمر قال لهم في أناد فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا رأيه. ربما يأتي أحد ويقول كيف جاز لعمر رضي الله عنه أن يحرم الحلال؟ ما هو كذا، ما حرم الحلال ولا أحل، لكن بحق وبقوة ولاية الأمر يجوز لأمير المؤمنين أن يمنع من المباح. شخص طلق زوجته طلقتين طلقة واحدة وطلقة ثانية، يجوز له أن يراجع، يجوز له ألا يراجع وتذهب بعد طلقتين، فمنع من المباح لم يحرم الحلال ولا يحل الحرام، إنما منع من المباح مصلحة وتأديبا للناس. عمر رضي الله عنه ما حرم الحلال ولا أهل الحرام، إنما هو المباح، يباح للزوج المطلق 2 أن يرجع أو لا يرجع، جاز له ليس واجبا عليه أن يرجع، فمنع من المباح تأديبا لهم. ثم حتى بعد يعني الصحابة نفسهم في وقته كانوا يفتون أو بعد وقته يفتون، لو كان تشريعا عاما ما كانوا يفتون بواحد. على كل حال فالمسألة هذه التي هي إذا كان ملكها أو طلقها هذه مسألة أخرى، وأن تعرضت مسألة طلاق 3 فهذه مسألة أخرى، ما دام لم يملك فلا يقع الطلاق، هذا أحوط ما يكون والله أعلم أو أفضل ما يقال. نعم. باب ما جاء في أن طلاق الأمة تطليقتان. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري أنه قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد أبو عاصم من النبيل عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز ابن عبد الملك وعبد الملك ابن عبد العزيز، نعم، ابن جريج قال أخبرنا مظاهر ابن أسلم. مظاهر ابن أسلم المخزومي هذا ضعفوه في الرواية، ضعيف الرواية، ومدار هذه الرواية عليه مرفوعا. وفتاوى الصحابة غير هذا. قال حدثني القاسم هو قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. وأخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. عمموا القول فيها حتى العدة أيضا والطلاق أيضا، تفارق في تطليقتين ليس 3 وعدتها حيضتان. جاء خلاف العلماء أنها لو كانت تحت حر فالطلاق بالنسبة للمرأة أم بالنسبة للزوج، هنا يأتي الخلاف. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.